رجعنا لكم من جديد، والحقيقة يمكن في الفاصل اطمننا على ظروف فرقة النادي الأهلي، على بعض الاستعدادات الحالية اللي جارية. سفر ريني فايرا المدير الفني إلى سويسرا، الصديق العزيز الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات، يعني زيارة أجازة روتينية، قال إن هو في أجازة عادية جدا لمدة من أسبوع لعشر أيام. كان بقاله فترة كبيرة ما سافرش لأسرته، زوجته كانت المفروض هتجيله في مارس وما قدرتش عشان ظروف كورونا، لكن الجهاز المعاون موجود ومفيش اي متحسبا طبعا نرجع نلاقي من اللي بيثار وبيتردد على الاطلاق. ما هو هو لو هيرجع في انتظام في الدوري هيرجع على شغل بقى، فاذا كان محتاج اجازه هو ده توقيت مناسب بالظبط. قلت لكم